شباب من مدرسة الفرقة الثانوية محمد عبيطة محمود أيوب خالد من خالفة جايين نحكي لكم عن إيش هي مشروبات الطاقة ومكوناتها وأضرارها. هلا نحكي لكم عن مشروبات الطاقة، هي منتج جديد ظهر مؤخرا في الأسواق يعمل على رفع معنويات النشاط الذهني والجسدي. ظهرت أول علامة تجارية له عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدين اتسع انتشاره حتى وصل إلى أكثر من 500 علامة تجارية في عام 2006. هلا أنا بدي أحكي لكم عن مكوناته. تكون عادة مشروب الطاقة من ماء وسكر على شكل سكروز أو أشياء حلوة مشابهة. تحتوي عادة العلبة من 5 إلى 8 معالق سكر، ويحتوي أيضا إلى الكافيين ما يعادل 100 ملي جرام في العلبة الواحدة، ويحتوي أيضا على مادة نبات الكوارنا وهي فاكهة برازيلية مثل المنجاب. أيضا السكروز هو سكر معقد ثنائي يستخرج من أوروبا من شمندر السكر من باقي أنحاء العالم من قصب السكر، وهو من يتكون من وحدتين، وحدة الجلوكوز والفركتوز. الكافيين هي من زمرة المنبهات التي تدعى مثل كازانثا، وهي أساسا في مشروبات الطاقة والقهوة. من أضرار مشروبات الطاقة أنه تحتوي هذه المشروبات على كمية كبيرة من السكر سريع الامتصاص، مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم، وتحتوي هذه المشروبات برضه على كمية كبيرة من الكافيين، وهي مادة بتسبب الإدمان. وشرب علبة واحدة من هذه المشروبات تعادل شرب 12 كأس كبيرة من القهوة. وبرضه من أضرار هذه المشروبات أنها بتسبب الإدمان بعد فترة من تناولها بسبب الكمية الكبيرة من الكافيين فيها، وبرضه بتزيد نبضات القلب وبتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم وبتؤدي إلى الصداع ومشاكل في تسوس الأسنان. وبرضه اللي بيشرب كمية كبيرة من هذه المشروبات بيصير جسمه بعد فترة يطلق كمية أكبر وأكبر. وبرضه أوصت الهيئات الطبية إنها تمنع اللي عمره أقل من 18 سنة شرب هذه المشروبات. هاي المشروبات تمنع الجسم من التكيف مع المواد الطبيعية اللي بيفرزها الجسم المسؤولة عن توازنه، بتنتج عن تهيج الجهاز العصبي وتزيد نبضات القلب. وهاي المشروبات بتحتوي نسبة كبيرة على الأحمض الأمينية، بتؤدي إلى خروج المواد النيتروجينية من الجسم، وبتؤدي إلى إجهاد الكبد والكلى وبتسبب خلل في توازن الجسم الدم توازن الدم. المشروبات هي ممنوع بيعها في كندا وأستراليا والدنمارك والنرويج وماليزيا وتايلاند، بس بفرنسا ممنوع بيعها إلا بالصيدليات. جه قانون جديد في فلسطين إنه ممنوع بيع المشروبات الطاقة إلا فوق السن 18.